اكبر غلط يقدر يوقع فيه التلميذ في العطله الصيفيه هو انه يعتبر راسه كومبليتمون راه عطله. تعتبر راسك كومبليتمون عطله، هذا هو اكبر غلط تقدر ديره في هذه العطله الصيفيه، لانه غادي يكون عليه واحد النتائج سلبيه في المستقبل. راه بزاف منكم ما فاهمينش بان القرارات ديال اليوم كيخولوا لينا اننا نشوفوا النتائج المستقبليه ديالنا. سافر، خرج، تمتع بوقتك، خرج فين ما بغيتي، ولكن ما تنساش حاجة، أنك تطور من راسك، أنك تحاول تعلم مهارة جديدة، أنك تحاول تعلم شي لغة جديدة، لأن المهارات هما اللي غادي يخدموا ليك في المستقبل، وما تبقاش محصور غير بداك النظام الدراسي اللي كيتعطى ليك في المدرسة، لأن داك الشيء راه واحد النسبة ضئيلة من العلم اللي اكتشفته البشرية الكرة الأرضية لحد القرن 21. حاولوا تخرجوا على الإطار اللي كتخدموا به، قراوا حوايج جداد. قراوا حوايج جداد.